شو رأيك نبلوحة الفنية صفة عسكر؟ هوني ما في عندنا أمكانية. أول شغلة بدنا نسلق ورق عنب، بدنا طنجرة مي سخنة، نضيف معلقة ملح ومعلقة سكر. ليش السكر والملح؟ هون تكي في بورق عنب، الملح مع السكر بيحافظ على الورق عنب يضل أخضر بعد الطبخ، يعطيك اللون الصح واللمعة الصح. في منه بيجي فرش، في منه بيجي مسكر هيك مثل القلب، هيدا بيكون لعنب العنب الأسود، وهيدا العنب الأبيض. كمان هاي تكاية احتفظوا فيها. سلق الورق عنب شغلته بسيطة مثل ما هي، بتحطوها هيك بهي الطريقة بالمعلقة، بس يتغير لونها بنشيلها. الله الله على ريحة الورق عنب. هلا هون نحن متواجد عندنا ورق عنب السوري اللبناني الأردني. طبعا ما في أحلى من الواحد يقطف ورق عنب من قدام البيت ويطبخه، بس نحن يا ريت لو في إمكانية عندنا. هون ما في عندنا إمكانية. بهي المرحلة إذا سلقتوه كتير ما بياخذ معكم سوي بالطنجرة أو بعد اللف. وهيك بعد مثلا الورق عنب، شوفوا لون الورقة والطراوة تبعيتها. شوف، وهلا بنجهز حشوة الورق عنب. عندي أنا هون كيلو رز مصري مغسول ومنقوع نص ساعة، معلقة ملح صغيرة وفلفل أسود. بدنا معلقة ثوم، ونضيف نص كوب زيت نباتي، معلقة سمنة. في ناس بتحب تحط لها نعناع يابس، سبع بهارات، أنا بحب أحط لها سبع بهارات. البين ما بيحب يحط سبع بهارات أو بهارات مشكلة براحته، هيدي اختيارية. ونعناع يابس كمان اختيارية. ولا بنضيف نص كيلو لحمة، اللحمة بتكون فرمة خشنة وتكون شوي مدهنة، يعني نص كيلو لحمة 500 جرام في 100 جرام لي أو دهنة. الكيلو رز بده نص كيلو لحمة، فيك تحطه 100 جرام فيك تحطه 200 جرام حسب الإمكانية. نخلط الرز مع البهارات واللحمة. الزيت النباتي كتير كتير مفيد للرز، بيخلي الرز بقلب الورق عنب ما يشد على بعضه كتير، بيعطيك حبة وحبة. هلأ بنشوفكن بلف ورق عنب على الرخامة. ما حد يقول لي رخامة الجيران وما رخامة الجيران، أنا هيك بحب لف ورق عنب على الرخامة. انتوا لفوا على الصينية على الصحن، لفوها بالهواء مثل براحتكم مثل ما بدكم حسب الإمكانية الموجودة عندكم. حبايب قلب عنا ورق عنب بيكون جهة ناعمة وجهة خشنة، نحن ما نحط نلف على الجهة الخشنة، يعني نحط الناعم من تحت والخشن من فوق، وبهي الطريقة. وهلا حبايب بنحط حشوة حسب كمية الحشوة اللي بدكم اياها، بنجيبهم هيك وهلا حبايب القلب شو رايكم باللوحة الفنية؟ هذا بورد الورق عنب بس من عند الشيف برهان. شوفوا حبي واخته، طبعا مو لحالي لفيت انا، في ايادي خفيه بالموضوع. هلا بنشوفهم كيف بنحطهم بالطنجرة. في عندي انا لحمة ريش، فيك تحطوه انتو لحمة بقطع بعظم، فيك تحطه تعظيمي، فيك تحطه عصايص حسب الامكانية، وفيك ان تحطه بس خضار، بندورة، بلاطة، جزر بأسفل الطنجرة. هذا شيء بيرجع لكم وحسب قدرة كل واحد. لتتبيلة اللحمة نص معلقة ملح، معلقة فلفل أسود، هون بهارات صحيحة، ورق غار، فلفل أسود، عود قرفي، وحبتين هيل. هون في كتير جاني تعليقات بالنسبة للبصل، أنا بحب أحط مع اللحمة بصل بيعطيها طعم كتير طيب بالتتبيلة، اللي ما بيحب البصل فيه يستغنى. ونضيف زيت، نتبل اللحمة بهذه الطريقة. شوفوا أهم شيء قطع اللي فيك تحطهم بس لي كمان شيء بيجي عليكم، رح نسطرهم بالطنجرة بهي الطريقة. وهلا حبايب هيك صار معنا الريش عشان تسطرين، نسطر ورق عنب بهي الطريقة. ما بدي تكون تشدوا كتير على الورق عنب عشان ما يضل رس على بعضه. الورق اللي بيكون عندكم سميك تحطوه بأعلى الطنجرة، هيدا بيحافظ كتير كتير على ورق عنب ما يسود او ينشف. اي صحن موجود عندكم وفخاره وعلى الغاز. للمي بدنا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود. نشغل النار تحت تحت الطنجره بدون مي، حتى اللي مع اللحمه تنسلي شوي وتعطي الطعم الصح، بعدها بنحط المي. هيدي خطوه كثير كثير مهمه
جت للمحاشي طعمة اللحمة طيبة، كأنكم شوي اللحمة شوي مفهوم. الله يرضى عليك وديروا بالكم. هلا بنضيف المي بعد ما تركي 5 دقايق هيك اللحمة تنسلي، بنضيف المي بترك على نار قوية. طلع عندنا طنجرة الورق عنب، بنغطيها بنخفف النار لمدة من ساعة ونص لساعتين. الله 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 الفخارة. ومترك الصحن بنضيف شوية حامض فيها، بنحط لها ليمون حامض والتوم. حبايب القلب بعد مرور 5 دقايق بنطفي النار. في شغلة هون بورق عنب، أنا بصفي منه المي وبرجع بحمر الطبقة من تحت مشان بيطلع. كل شيء سألني كيف طلع معك الورق عنب بالدجاج لونه أحمر من تحت، هلا رح أشوف فيكم الطريقة. بنصفي الورق عنب بهذه الطريقة. وهلا بعد ما صفينا مية الورق عنب بنشغل النار على أقوى شيء عندنا حتى يتحمر الوش من تحت. لازم تسمعوا هذا الصوت، هيك صار عندنا الورق عنب جاهز. الله الله الله، شوف شوف الورق عنب، شوف شوف الله. انا الورق عنب صار جاهز، قرب قرب، شوف 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 الرز، شوف الرز كيف مستوي وحبي واختها. قرب قرب، انا من نوع بحب الورق عنب بالخبز يا جماعه. شوف اللي شوف 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 اللي شوف حبايب القلب، عن جد من اطيب انواع الورق عنب. طعمه خرافيه عن جد من الاخر. حبايب القلب اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعه. بدي فيديو ورق عنب باللحمه، يلا فيديو ورق عنب بالدجاج. وتذكروا دائما مع الشيف برهان لا حدا يبدأ. بشوفكم حلقه ثانيه.